بعد هاتف سوني الرائد، يتوجه العملاق الياباني للفئة المتوسطة ليعلن عن هاتفه الجديد إكسبيريا 10 مارك 6. فهل يقدم أي جديد يهدد عمالقة الفئة المتوسطة؟ لنكتشف سويا في هذه المراجعة السريعة. مراجعة سريعة. في الوقت الذي تخلت فيه إكسبيريا 1 مارك 6 عن أبعادها الطولية السينمائية، قررت الشركة المحافظة عليها في 10 مارك 6 مستخدمو أجهزة سوني الحديثة معتادون على تجربة استخدام هاتف بهذا الطول، لكن مستخدمين كثر سيحتاجون التأقلم عليه. تصميم الهاتف لم يتغير مع ظهر وإطار من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 50%، على خلاف السنة الماضية نلاحظ وجود عدستين فقط في الخلف بعد أن تخلت سوني عن عدسة تيليفوتو. خبر مؤسف بعد أن كانت سوني من الشركات القليلة التي دمجت هذا النوع من العدسات في هاتفها المتوسط. في الأمام الشاشة بحواف جد نحيفة، في الأعلى والأسفل تضم سماعات ستيريو لصوت موجه نحو المستخدم لتجربة أفضل عند مشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب. على اليمين زر الطاقة مدمج بمستشعر بصمة وأزرار خفض ورفع الصوت، في الأسفل سبيكر ومايكروفون، في الأعلى مدخل سماعات 3.5 ملم، ويقدم الهاتف مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68. سماكة الجهاز 8.3 ملم ويزن 164 جراما، واحد من أخف الأجهزة الموجودة هذه السنة. بالحديث عن الشاشة، جاء 10 مارك 6 بشاشة أموليد مقاس 6.1 إنش بدقة فول اتش دي بلس بمعدل تحديث لا يتجاوز 60 هرتز. من الأمور المخيبة للأمال عدم قدرة سوني على إتاحة هاتف متوسط بشاشة حتى 90 هرتز، في حين شركات صينية تقدم هواتف أقل سعراً بشاشات 144 هرتز. الألوان والجودة العالية التي تقدمها الشاشة لن نختلف عليها، لكن يجب أن تعرف الانتقال من هاتف بمعدل تحديث أعلى سيجعلك تلاحظ تشنجات وبطئاً في انتقالات الرسوميات خاصة في الألعاب. غير هذا، قامت سوني بحماية الشاشة بطبقة غوريلا جلاس فيكتس. يعمل الهاتف بنظام أندرويد 14 الأحدث مع 3 سنوات من تحديثات النظام، وفي الهاردوير معالي سناب دراجون 6 الجيل الأول بثماني أنوية وتردد 2.2 جيجا هرتز بمعمارية تصنيع 4 نانومتر. المعالج يعتبر اقتصاديا وموجها أكثر للهواتف الأقل سعرا، لذا في هذه الفئة لن يقدم لك التجربة المنتظرة. يقدم خيار رام 8 جيجا بايت بسعة تخزين 128 جيجا بايت مع إمكانية توسيعها بكارت ميموري خارجية. الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة 1.8 تدعم التثبيت البصري. صحيح أن سوني تخلت عن عدسة التقريب، لكن الكاميرا الرئيسية قادرة على التقريب مرتين دون فقدان جودة الصورة. الكاميرا الثانية ألترا وايد بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة 2.2، ويمكن للكاميرا الرئيسية تسجيل فيديوهات بجودة 4K بتردد 30 إطار في الثانية. في الأمام عدسة سيلفي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة 2.0. الهاتف يقدم بطارية بسعة 5000 ملي أمبير بقدرة شحن 30 واط. الهاتف سيتاح باللون الأبيض، الأسود والأزرق بسعر 430 دولارا. ما رأيكم في الجهاز؟ هل يستحق هذا السعر أم ترونه مبالغا بدرجة كبيرة؟ شاركونا آراءكم أسفل في مكان التعليقات. إلى اللقاء.